عينيه، خس بالزبادي، اطلع بالزبادي، هات سلطه الخس بالزبادي مقاديرها على الشاشه. معانا خس، معانا زبادي، معانا عصير ليمون، زيت زيتون، زبادي وخس وعصير ليمون وزيت زيتون. اشيله؟ انا اسف يا فندم. تاني، زبادي، خس، عصير ليمون، زيت زيتون وتوم. طبق سلطة الخس هنشوف نعملها مع بعض ازاي. بطريقة سهلة وبسيطة، ممكن تحط عليها عين جمل، تحط عليها مكسرات حسب الرغبة. هناخد الخس، لا نبقى الأول نعمل الخلطة بتاعة السلطة. معانا زبادي أهو، ده كفاية. حلو؟ تمام. هنحط على الزبادي ده عصرة ليمون محترمة. الخس مفيد يا إخوانا، الخس بيساعد على التخلص من الإمساك، الخس يلين المعدة، الخس يريح القولون، الخس مفيد جدا كمان في مشاكل اللي عنده قرحة، اللي عنده مشاكل مع سوء الهضم، كل ده الخس مفيد. شوية ثوم، زائد ان الزيوت اللي موجودة في الخس مفيدة جدا. الخس بيخلي بشرتك زي الحلاوة. البصلاية دي انا حبيبها. شفت تقطيع البصلة؟ حلو. خدت يا زمايا كده، دي بقى تغير الموضوع خالص، هينزل منها شوية فليفر حلوين كده. الله الله الله. على فين تاني؟ شوية زيت زيتون. سلطة جميلة. حلو، لسه ما خلصتش. طب يا شيف مغازي، احنا خارجين من رمضان وخارجين من العيد، كل سنه وانت طيب، يعني مش عايزين ريحه البصل وريحه التوم بقى؟ حاضر يا ست الكل، عينيا ليكي. لسه بنعيد على بعض، لسه بنعيد على بعض، لسه حد بيجي لنا في العيد بنقعد اسبوع نعيد على بعض. هو النعناع الاخضر ده علاج الموضوع. بلاش العرق، الله يرضى عليك، العرق يمرر لك اي حاجه بتحطيها فيه، ربنا يكفينا شر المرار، قولي امين في سرك. العرق بره، ده الورق. ورق النعناع، يا بتاع النعناع يا منعنع. هناخد ده كده، حلوه زي الفل. وجيب النعناع الاخضر البلد الحلو، تعرفيه ازاي؟ تبرك بين العربيه كده ويجي الراجل الطيب المحترم ربنا يحسن ما بين ايده ويقولك اتفضلي، عادي نجبر بخاطره وناخد حزمه، شميت ريحه النعناع هتلاقيها بلدي حلوه. حلو. ده نعناع اخضر، لا مكان للتوم بينا، لا مكان لريحه البصل بينا. يقول لك يا داخل ما بين البصله وقشرتها، ما ينوبك الا حلاوتها. حلو قوي. فص التوم يا توم، بس خلاص شويه الملح. التمام، هنقلب دول كلهم مع بعض. تاني حطيت ايه على الزبادي؟ ده مهم جدا على فكره، والسلطه دي لازم تعمليها، اعتقد ان هي في متناول الجميع. تاني، زبادي، بصله قطعتها شرايح رفيعه جدا ما يبانش ان ده بصل، حطيت ثوم، حطيت شويه نعناع اخضر، عصير ليمون، زيت زيتون، واقلبهم مع الزبادي. حلو الكلام. هنتجمع ونقعد على طبليه واحده، اهلا وسهلا. هنتجمع ونقعد على سفره واحده، اهلا وسهلا. هنتجمع وتلمنا طبليه وتلمنا سفره وتلمنا قعده حلوه واكله حلوه، اهلا وسهلا. يبقى نحط الايه؟ الصلصه دي عليها كده ونقلبها. يفضل ليه يا عم الشيف؟ عشان ما تتبلش مننا بسرعه، عشان تضيف فيها ايه؟ عصير ليمون. حلو قوي. ونقلبها مع بعض، وتعالوا نغرفها برده بطريقه حلوه. لا بايديا دي عايزه كده ايه؟ شفتي الخاصه لف فيها كده؟ يا ويلي والله العظيم، تاكل صوابعك وراها. طعم الزبادي هنا مع طعم البصليه والنعناع والتومه وزيت الزيتون وعصير الليمون حكايه، والا كله النعناع الاخضر. شم ريحه البصل فيها كده، لو شميت ريحه بصل هنروح من بعض فين؟ تواصلي معانا من خلال السوشيال ميديا، صفحه اكلت امي، الصفحه الرسميه للقناه الاولى، قولي رايك في السلطات اللي عملتها النهارده بكل صراحه، حلوه ولا وحشه؟ احنا معاك اهو. نجيب طبق حلو كده زي ده، هو ده. تعال تعال، قال لك ايه؟ القلب يعشق كل جميل. تفاحية،
الله. نغرف السلطة الحلوة دي كده. اللهم صل على النبي. حلوة اهو اهو. ايه الحلاوة دي يا شيف؟ ايه الجمال ده؟ ده خصاية بثلاثة تعريفة، انت قلبتها وحولتها لموسوعة غذائية. بصل يخلصنا من الكوليسترول والدهون الزيادة، زبادي سريع الهضم بروتين حيواني، توم درنيات يخلصنا من الكوليسترول والدهون الزيادة، كل ده في السلطة. فيتامين سي في السلطة، زيت زيتون يساعد على الهضم ويروح الكولون. اهلا وسهلا. نعناع مريح للمعدة مهدي للأعصاب والعصبية يا عم شفيق. اهلا وسهلا.